هذه الأخت أم مرام تقول: شيخ، ما حكم التساهل بالوصايا بالنسبة للآباء والأمهات، حيث أن لي أخ يتساهل في تلك الوصية التي كتبتها أمي؟ لا يجوز التساهل في الوصايا إذا كان هو الوكيل الذي ينفذها فيجب عليه ذلك، وإذا كان أنه يتخلى عن الوكالة يذهب إلى القاضي ويفسخ الوكالة عنده، لأجل القاضي يوكل واحدا بدله يقوم بتنفيذ الوصية. نعم.